السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي أيتم معين أو عنصر معين وعايز أحطه في نقطة معينة إكس واي معين، أعمل إيه بقى في الريفيت؟ هروح لقائمة مانج وأقول له داينامو، وهنكتب كود صغير خالص بس هستخدمه على طول. بعد كده هقول له نيو. طيب وأقول له بقى إن أنا عايز أحط family instance by point، يعني هديله نقطة وهو على أساسها هيبدأ يحط الفاميلي. طيب فهقول له family type لأن هو محتاج مني family type. خلينا نكتبها هنا فاميلي تايب اهي، تمام. فاميلي تايب هنا هختار الفاميلي اللي انا عايزها، وليكن مثلا ديت، واقول له هي دي الفاميلي تايب بتاعتي. طيب هو عايز مني بوينت، فهقول له بوينت من البوينت دي اهيت، شفت حطت ازاي اهي، فاقول له دي انا عايزها، اديك الاكس والواي بتاعتها، فهدي له نمبر وتقدر تحركه زي ما انت عايز. بعد كده عايز اخليها تبقى ظاهرة عندي، فاقول له element geometry. خلينا نكتبها هنا، اللي هي ديت. ده داينامو اصبح جاهز، اقدر من خلاله احط الايتم اللي انا عايزه وفي النقطة اللي انا عايزها. ممكن بعد كده تبقى اشارات مرور مثلا، تبقى اي حاجة. وبعد كده ممكن نعمل ليست ونبدأ ان احنا من خلالها يبقى في اكتر من حاجة، هي بتتحرك. بس لو انت عايز تبان معاك اكتر ممكن نخليها 1000، واخلي هنا الستيب 1. هتلاقيها بتتحرك معاك بشكل اقوى دلوقتي. فكان يقولك ان انت في الريفت ما تقدرش تضيف عنصر بالاكس والواي بتاعته، لا تقدر، وبمجهود بسيط.